الملف معنا عبر الهاتف الخبير القانوني أركان الحمداني. أهلا بك أستاذ أركان. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. بداية، يعني هل هناك نقص في التشريع يمنع الحكومة العراقية من متابعة الأموال العراقية المهربة للخارج، أم أن هناك تقصير من الجهات التنفيذية في هذا الملف؟ طبعا بدءا رحب بكم وبالمشاهدين. أهلا بك. قناتكم. أنا تابعت كلام السيد رئيس الجمهورية بخصوص مشروع قانون لاستعادة الأموال المهربة، الأموال العراقية. طيب، هو هذا القانون بحد ذاته قبل لا ناخذ الصبغة القانونية راح ناخذ الصبغة السياسية من عنده. هو اجى توقيته قبيل الانتخابات. نعم. يعني هو العراق بخصوص كل الرئاسات اللي موجودة من مجلس النواب أو من الحكومة أو مشروع قانون ما استطاعت أنه تشرع هذا القانون حتى تعيد الأموال المهربة على قيدها منذ عام 2003 وإلى الآن. نعم. طيب، هذا من جانب. من جانب آخر، أنه المبلغ اللي أعلنت عنه الحكومة هو ما يقارب من 150 إلى 160 مليار دولار، يعني قرابة ال 220 تريليون، وهذا المبلغ بعد كافي لبناء العراق كله. القانون موجود ومكرر، وكل الوسائل القانونية والضمانات موجودة لإعادة الأموال العراقية. على الرغم من ذلك، من الأمم المتحدة وأمريكا وكل الدول هي متعاونة بهذا الجانب. كل الدول تعمل على إعادة أموالها المهربة بخصوص السياسيين. نعم، لكن يعني أستاذ أركان، نحن سابقا لم نسمع أحد طالب بهذا المطلب، لماذا هذا التوقيت؟ يعني ست الفاضلة، التوقيت واضح جدا، وكل العراقيين يعلمون مدى عدم مصداقية الحكومة في هذا الموضوع. الموضوع انتخابي بحت، ما يخرج عن هذا الإطار اطلاقا. طيب، الدول والمجتمع العربي كله والعراق موجود، وهناك الكثير من الاتفاقيات لتحقيق الأموال المهربة الموجودة بخصوص السياسيين اللي عندهم موجودين. طيب، هو العراق هو احنا هسه قوانين العقوبات بنصدر احكام على الفاسدين وغيرهم من السياسيين وتتهم في جرائم هدر المال العام. هي تلقائيا مصادره اموالهم، يعني اموالهم اللي موجوده خارج العراق يفترض بينا ان نسحبها اصلا، لانه صادره احكام جزائيه بحقهم في المحاكم العراقيه. نعم.